صباح الخير. اليوم غادي نروح ان شاء الله نزوروا مدينه سمارة، مدينه سمارة التاريخيه. في الطريق نغادر الان مدينه العيون، شاهدوا هذه المدينه الجميله. نغادر في اتجاه سمارة، في اتجاه مدينه سمارة 200 كيلومتر. مخرج مدينة العيون الشرقي. علامة على خيمة رمز المنطقة. سمارة 210 كيلومتر، تشاهدون هنا. و المدخل عبارة عن خيمة كما تلاحظون. الأشغال مستمرة هنا على جميع مداخل مدينة العيون هنا بالساقية الحمراء. شاهدوا هذه التي تنقل الفوسفات، يعني السينتا يقولوا لها هنا، من المنجم إلى المحيط الأطلسي، إلى الميناء من المحيط الأطلسي. هذه يقول لها السانكيام ستاسيون. مازال باقي محطات أخرى. نحن هنا في الطريق نحو مدينة سمارة مرورا بمنجم بكرا للفوسفات. السكة التي تنقل الفوسفات إلى المحيط الأطلسي دون اللجوء إلى الشاحنات أو نقل. لاحظوا معي، وهذه ناقلة الفوسفات مراقبة عبر الكاميرات. لاحظوا هناك برج مراقبة آخر. الآن المجال الترابي لجماعة أمغالا. عندما نسمع هذا الاسم يتبادر إلى ذهننا معركة أمغالا التي تورط فيها الجيش الجزائري في أول عملية خروج له خارج التراب الوطني منذ الاستقلال، في مسافة تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن الحدود. تسبب نظام العسكر فيها وما زال لم يتعلم الدرس بعد.
بقيت لنا 60 كيلومتر وسنصل إن شاء الله إلى مدينة سمارة. طريق واسع الحمد لله، محبب طبيعة. انظروا إلى هذه الطبيعة الخلابة، الطبيعة الصحراوية. إبل على طريق السمارة. تفضل سي حمد. نقولك على أن هذه المنطقة معروفة بالنقوش الصخرية. وبالتالي أرطأت وزارة الثقافة على أنها تعدل هذه المؤسسة. يعني أولا حفاظا على الموروث الثقافي العريق في إطار نقش الصخري. وعدل مؤسسة متحف. جاي الكثير من الوفود ومن الصحافة باش يتعلموا يعني تاريخ هذه المنطقة منذ القدم. كيفاش نقول يعني كما تلاحظ بدأت الطبيعة تتغير من هنا. الزمور ينقسم إلى جزئين، زمور الأبيض وزمور الأكحل. نحن الآن في يعني منطقة زمور الأكحل، أما منطقة زمور الأبيض يعني التراب بيضاء، والزمور الأكحل يعني معروف بالتراب السوداء، بالتالي يقال له زمور أبيض وزمور أكحل. وزمور يعني منطقة رعوية، منطقة فيها الطل، فيها الطلح، فيها الأودية، فيها توفير الماء، يعني مياه متوفرة في زمور. وزمور هو منطقة يعني غالية علينا بامتياز، وهي منطقة صحراوية بامتياز، ويعيش فيها معظم يعني سكان الصحراء. هذا مدخل مدينة السمارة. أكثر من 210 أو 220 كيلومتر قضيناها في مسافة ساعة و 25 دقيقة مع التي جي في حمادة البوحي. حمادة الأخ حمادة قطار سريع تبارك الله عليك. ندخل الآن مدينة السمارة. ودخلنا الآن مدينة السمارة.
مطار سمارة. نحن الآن وسط مدينة السمارة، هذه هي مدينة السمارة. الجو نوعا ما حار في عز الشتاء. نصل الآن إلى الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة. يعني نحن الآن داخل فضاء جامعي. الكلية متعددة التخصصات السمارة. الملفت هو أن الحجارة هذه معروفة بها المنطقة، منطقة السمارة، شاهد الهندسة المعمارية. هذه الكلية يدرس بها طلبة مدينة سمارة وحتى طلبة من باقي مناطق المملكة وطلبة من إفريقيا، من الدول الإفريقية. مؤسسة فيها ما ينهي 20 صالة قاعات، كل قاعة ما فيها 70-90 طالب، يعني لي بلاس فيزيك. وعندنا ثلاثة لي زونفي كبار، وكل اونفي فيها تقريبا 222 بلاس فيزيك. ثلاثة لي زونفي هي 666 مقعد طالب. بالنسبة لو كور انسينيون، حنا تقريبا عندنا 30 استاذ، الاغلبية كلهم في اختصاص ديال دراسات الشريعة الإسلامية. وهذا العام درنا ديبارتمون شعبة الشريعة والقانون، ولا في ديال المسلك اللي كان عندنا قبل ديال اللغة التطبيقية رجع حتى هو دابا ديبارتمون. دونك عندنا جوج شعب باش ديال الشعب باش بدينا، وان شاء الله في المستقبل عندنا بزاف لي فورماسيون اللي غادي نديروهم. سيد العميد، هنا سي لونفي، سي لونفي 2، لونفي 2، عندنا لونفي 1 لونفي 2 و لونفي 3 avec une capacité d'accueil de 222 étudiants par amphi. Le total, c'est 666 places physiques. Et de, d'ailleurs, je peux vous montrer l'instruction à l'intérieur. Si je suis francisé. Il n'y a pas de problème. Parfait. Nous allons maintenant à المدرج. المدرج رقم 2. المدرج رقم 2 لكلية الكلية المتعددة التخصصات. هنا بالسمارة. هذه
سال دو بالكاميرا ديالها توت لانستالاسيون. دونك سا سي لانفي 2. سا سي لانفي 2. لانفي 1 كي ا دروات. لانفي 3 كي ا غوش. Il est de capacité combien ? 222 étudiants. 222 étudiants. Et 3 enfants, donc ça fait... Dans la lumière, nous avons une installation de l'énergie renouvelable avec une capacité formidable. Je vais vous montrer l'installation qui est juste derrière. On a l'énergie solaire. Donc vous êtes autonome. Autonome. Toute la lumière que nous avons, elle est issue de l'énergie renouvelable. Je vais vous montrer, nous avons toute une installation qui les enfile tout le long, où vous avez des batteries d'une grande capacité. Je vais vous montrer ça, ils sont juste là. Alors, les batteries. Il y a 8 batteries dans chaque enfile, avec cet équipement qui est là. C'est au top. هنا تعاونية أهل الجيد وحدة لإنتاج وتثمين لحم الإبل لودك تشطار الخليع والحميث بمدينة السمارة. نتواجد الآن بتعاونية أهل الجيد الفلاحية سمارة. حبينا إذا كان ممكن تعطينا أرقام على هذه التعاونية واش تنتج. مرحبا سيدي، شكرا جزيلا. أولا نشكرك على الزيارة ديالك. كما حنا الحمد لله في مدينة سمارة، مدينة معروفة بإنتاج يعني التربية الإبل. هذه مدينة معروفة نحن ارتئينا من خلال بعض الأعضاء ديال ولاد المنطقة. حنا صحراويين الحمد لله بلاد المنطقة. كنا درنا واحد المشروع، درنا دراسة ديالنا، والدولة وعلى رأسها جلالة الملك مشكورين وفروا لنا جميع الإمكانيات. التعاونية تم إحداثها سنة 2010. 2010 تم إحداثها. الأعضاء ديالها فيها 19 عضو أولاد المنطقة من أبناء المنطقة، جلهم كسابين والبعض الاخر جزارين. المكتب المسير ديال التعاوني كيتكون من 6 افراد. نحن هون كنخدمو خدامين بالقانون وبشفافيه، ولدينا لجنه رقابه. وهذا هذه التعاونيه مجهزه بكامل التجهيزات، يعني فرع اداري وفرع للعمل. وما بينا الى بغيتو نديرو جوله المجلس الاداري، مرحبا بكم مكتب الحسابات، مكتب العام، وهذا مكتب ديال تأمين المال. وهذا الزاوية فيها قاعة الاجتماعات. هذه قاعة الاجتماعات نحن دائما كنديرو. هنا هون عندنا شفافية، لأن الحمد لله ولاد المقاليد الصحراوية عندنا نمشي نقل الشفافية. دائما كنديروا هنايا اجتماعاتنا لتتبع المشروع، اين وصل العراقيل ومشاكله، كنجمعوا اسبوعيا هون باش نطرحوا جميع المشاكل والاكراهات، نتدارس جميع المشاكل فيما بيننا. هذه بالنسبه لقاعه الاجتماع. هذا مكتب رئيس مجلس الاداره. نحن كان علينا قبيل نبداو من بدايه المشروع الى نهايته. هذه نهايه المشروع. هذه هي المواد اللي كننتجو لها. هذا هو الخليع. هذا هو لودك. لودك هذا نقولوا له نحن مجتمعنا الصحراوي الذروه، ولكن في اللغه العربيه سنم الجمل. هذه نقولوا له نحن الذروه. هذا لودك كنديروا كنخدموا عليه نحن على اساس انه نبالوه يجيني مرق لنا في هذا الدبار. وهذا المنتوج رائع جدا، لا علميا ولا صحيا ولا نجول. هذه اكله صحراويه معروفه هون في المنطقه وكتستعملها الناس، هي كيت كيت.
هذه معروفة يعرفها رجلي كامل وخاصة أبناء المنطقة. نجد خلع وقت هيك شوفه مباشرة. هذا هو الخلع، خلع لحم الإبل. هذا نقوله له تشطار مخلط مع لودب. بدلا نجيب مواد كيماوية باش نضاروه، احنا كان ضارو ذاك نعدلو ذاك الشيء كامل طبيعي. هذا الحميص، هذا مستخلص من سنم الإبل من الزرع. هذه قاعة المعروضات. هذه قاعة ديال الإنتاج. هون كان بارو، هون بارو المواد الأولية ديالنا كاملة. هذه قاعة خاصة بسمن الإبل لودو. هذا الشيشوار هو اللي كان نشفو فيه اللحم. يعني ذيك المسائل التقليدية اللي كنا كنعدلو الدولة ارتحت، بس مع تطوير المشروع ومع الحمد لله الدراسات اللي كان ديرو مع التكوين اللي كان دير لنا الدولة، بدلا من تنشر ذاك الشيء كان تلقائي بشكل تقليدي، بشكل تقليدي، احنا الحمد لله تقليدي عصري. تقليدي عصري هذا الشيشوار هو فاش كان نشفو لها، بدلا من نستعملو هذوك البوامل التقليدية، الدولة عطاتنا لي مارميل. حنا عندنا راه كنخدمو في هذه لي مارميل، هي فاش كنذوبو الذروة وهي فاش كنفورو اللحم. هذه قاعة خاصة بالذروة. نجيو القاعة الخاصة باللحم، تشطار هو هذا. هذا لحم مجفف تاع الجمل. لحم مجفف، هذاك الشيشوار اللي نعت لك قبيل، هذا لحم مجفف. يعني هذا هو الخليع. اللحم أولا هذي أولا كنخرجوها من هذا الشوم الفروع. شريف أعطيها. هذه قاعة تبريد. هذه قاعة تبريد. المشروع كيف داير؟ هذه قاعة للتبريد. هذه هون كنعلق اللحم، وكيخرج اللحم من هنا. اها. وكينقى هون. هنا يتنقى اللحم. هون ينقى اللحم. هون احنا كنستيكوه، كنقصوا العبار اللي بغينا. ذاك العبار. العبار هون. هناك هون من خلال هذيك الماشين كنجو هون. كان ذاك العبار ديالنا لان هي كتستيكي. ثانيا الا كان عندنا العظم، لان عندنا اختصاصيين كيفصلوا لنا اللحم مع العظم، وكنمشيو بالتسلسل دابا من هون من اللحم الذروه ما نشفوا نبالوا نبيعوا. وهنايا تخلصوا كرا ولا تخلصوا؟ لا هذا الشحال بالنسبه للبنايه، وبالنسبة لذاك ذيك الأمور اللي طلعناك عليها ضريك كامل بالمجان أعطيته لنا الدولة. وما تخلصوا إذن حتى؟ ما خلصوا سوى الماء والكهرباء فقط. شكرا على هذه الشروحات. شحال قامكم هذه المشروع؟ على 10 مليون ديال الدرهم. يعني تقريبا مليون 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 أورو. شكرا على هذه الشروحات. المسجد الكبير للسمارة، هذا أكبر مسجد في مدينة السمارة. معلمة محكمة السمارة. تلاحظون تحفة معمارية. هذا مركز للا أمينة لرعاية الأطفال بالسمارة، تابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، شرفتونا بزيارتكم هذا المركز. الوحماني سيد احمد،
مكلف بالمصلحة الاجتماعية بمركز للأمن ورعاية الأطفال. دوري هون هو العلاقة، علاقة الأطفال النزلاء بالمركز ومحيطهم الخارجي، يعني بدراستهم، علاقتهم بالأمهات ديالهم، علاقتهم كذلك بالمستشفى، يعني أي شيء كيف مكان يخصهم وأي عنده علاقة بهم أنا هو اللي مكلف بهم، يعني الأب بمثابة الأب ديالهم في المركز. بارك الله فيك، شكرا. ديال الكونطابل المحاسبة ديالك. السلام عليكم. مكلف بالحسابات ديال المركز، أخت حنان منتصر. شكرا. هنا مكتب الاستقبال. من زوار من آزا وعليا. أهلا وسهلا. عندنا هذه مديرة التعليم الأولي عندنا. مديرة ديال الغوط ديال التعليم الأولي. حبيبة المؤمنين. أهلا وسهلا. هذه قاعة التمريض هنايا. صال دانفيرميري. التعليم الأول، هذا قاعة جزء التعليم الأول. هذا لو بريسكولير يعني قبل. نعم، لو بريسكولير. وكان جيتو قبل. هذا شنو ثاني التعليم الأول؟ هم كيقراو لك الأطفال اللي في وضعية صعبة. يعني الأطفال اللي هما مع عائلات هشة كيستافدوا من هنا في التعليم الأولي. فقد دابا جيتو انه كيكونوا من 9 صباحا الى 8 زوالا، يعني كيستمتعوا كيستافدوا داك التعليم الاولي كيأهلهم انهم يمشوا المدرسه العموميه، وهم حاملين واحد الحموله معرفيه اللي تساعدهم انهم يواجهوا الحياه المدرسيه وهما عندهم اسس ديالها. هذا هو الدور ديال هذا الجناح اللي فيه. بالاضافه للاطفال اللي هما اللي في وضعيه صعبه ومتخلى عنهم، كذلك اللي كيوصلوا سن التمدرس اللي هو التعليم الاول 5 مرات كيكونوا هنا في هذا الجناح هذا كيزاولوا التمدرس ديالهم. هاد القاعات اللي شفتو هنا 5 سنوات الى 6 سنوات اللي هما قبل التمدرس، هنايا من 4 الى 5 اللي هما سنتين قبل التمدرس، وهنا الجناح الاستئناس اللي كيكون 3 سنوات. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه الجمعيه برئاسه السيده الرئيسه كتوفر اجود الامور. كاين هنا القاعات راه كتشوفوها اللي هي رحبه، كلها كتوفر على كليماتيزورات اللي هي مبردات، لانه كنعرفوا ان الدار حاره، كتوفر على سيستيم دالار اللي هو ضد الحريق اللي متوفر بين الصمام، لانه كيعطينا جهاز انذار اي حاجه وقعت كتكون عالم بها الاداره باش يكونوا الاولاد وفلدات الاكباد ديالنا في الراحه التامه ديالهم. حتى الاسباس يعني الفضاء كيكون مساعد الانشطه ومساعد المربيات انه يكون في التمدرس ديالهم او الانشطه ديالهم. لا تنسى صح على الشمال. هنا فضاء اللعب تاع الاطفال. هذه القاعة نتاع الأكل. سلمي السلام عليكم. حتى الأطفال هنايا كان كياكلوا في هذه الاطباق هذه اللي هي من شركه ايكيا اللي هي معروفه بجوده الاواني ديالها وكل شيء، الماركت كله مجهز منها، ذلك حفاظا على صحه الاطفال. ايكيا السويديه. السويديه، ايكيا السويديه المعروفه، فهي هذه هي اللي تستخدم لنا هذه الاواني كلها داخل المطبخ او حتى التجهيزات كلها الجايه للمركز، ذلك انه هاد الاطفال هذو كنراعوا لهم على انهم ولو فقدوا الجو الاسري ديالهم، احنا هنا كنحاولوا نعيشهم في واحد المستوى اللي هو يكون على الاقل يليق بالمركز وبالسمعه ديال البلد. حتى هذا حتى هذا هذا ديال الماء حتى هما راه شركه ايكيا كيشربوا فيهم الدراري الماء، جميع الاجهزه فهي ديال شركه ايكيا اللي معروفه هي جهزت المركز. انت ما كتشوف هذا الاواني
لهم الاشتراك من شركة فيديو. يعني حتى ولاو يجي هنايا ما يتعرض، ما يمكنش، لانه هادو كيتعاملوا فقط كيتفاعلوا مع هاد الاواني، الا ما كان هاد الاواني واخا طرح يدك اليوم ما حي. بالاضافه انه كيخدم ملي كتكون شي حاجه كطيب فيها كيخدم على التمرين. ليس بالضبط يعني المقرب، قال لي عن شنو بغيت تطاح لي ولا ما عليك. ديال التوابل. شنو كيخدم؟ كتقول لي حاجة كبيرة غادي تمسها غادي يخدم عليك. شوف هذا الحمام الخضار والفواكه والأسماك، الأسماك الكبير اللي هو فيبو اللي دار خصيصا للمركز، فيه غرفتين اللي هي واحدة إيجابية واحدة سلبية، كنتحكموا هنا مباشرة في الطاقة ديال درجة البرودة ديالهم. هنا هذا اللي قلت لك ديال الأطفال، ها هو هذا البلاستيك، لدرجة أنه حنا عارفين بلي الأطفال كيهرسوا وكيعطوا، وبالتالي السيدة الرئيسة جابت واحد الكمية كبيرة منه، ها هو بالضبط كله شركة إيكيا. جميل الأطفال باش نحافظوا على صحتهم، هذا الصحة والسلامة، لأن حاجة أخرى تنكسر في يدهم، هذا ما عنده خي يطيح وخي يكسر، يعني كتكون فيه الصحة والسلامة ديال الأطفال. هذه من الأمور اللي محمد هنا عندنا واحد الجناح مهم، هذا واحد الجناح مهم مخزن. قلت لك تفضل، هذا هو الستوك ديالنا، لأنه حنا دابا بحكم اشتغالنا في المركز ممكن يجينا طفل الرابعة صباحا في أي وقت، وبالتالي حنا كنديروا واحد الخطة اللي هي استباقية. شنو هي الخطة الاستباقية؟ قلت لك تفضل معايا، أنه جميع الأمور الملابس ديال الأطفال حنا هنا موجدينهم على الأشكال والأنواع، جميع يعني الفترات السنية، أي حاجة يمكن يحتاجها الطفل يعني مباشرة موجودة. منين وصل الطفل هنا، إذا كان كيستعمل الرضاعات فهما موجودين، إذا كان كيستعمل الحليب ها هو موجود، ها هو اللي كوش موجودين، حتى لدرجة أنه حتى الماء اللي كيشربوا الدراري هنا وكيتصابوا بهم الرضاعات فهو الماء المعدني اللي مسدود، كنشرو لهم حفاظا على صحتهم. بالإضافة للأغطية ديالهم أي حاجة، يمكن لك تفضلهم، خل هنايا حتى الأحذية ديالهم هما موجدينهم، يعني جوج دراهم مسلمين، المحفظات ديالهم إذا كانوا كيف حتى مدروسة المحفظات ديالهم كاينين، يعني أي حاجة غيتوفروا عليها غيحتاجوها الأطفال فهي موجودة، يعني الطفل يجي في أي لحظة يمكن يجي حاجياته راه متوفرة له، بين هاد وسائل التغذية بالمربيات أي شيء هنا كنوفروه له قبل ما يجي الطفل. جيزاتينا في المركز نظرا مع الرؤية البعيدة السيدة الرئيسة على أنه حنا في أي حاجة خسرت لنا هنا في المركز أو أصبحت من المتلاشيات كيكون عندنا البديل ديالها جاهز، سواء خاميات سواء أغطية سواء فوطات سواء أي حاجة أفرشة، هذا كله راه غير ستوك، هذا غير بديل، كل شيء غتشوفوه الفوق راه كل شيء مأنسطالي، ولكن أي حاجة تمت إتلافها أو تهرست أو قلا شيء كيتم البديل ديالها عندنا حالا واجد، لأن الطفل ما يمكنش ينتظر أن حاجة غتجي من مدينة أخرى أو أننا غادي ننتظر حتى تجي من الدار البيضاء، وبالتالي حنا الستوك ديالنا حتى ماشي في المواد الغذائية، حتى في المواد اللي كنستعملوها الأفرشة والتجهيزات وكل شيء، فهو هنا عندنا ستوك منه يمكن نشتغلوا فيه أي لحظة. المقتصد هو المسؤول على هذا الستوك، وهذه لا بيوندري الستوك ديال التجهيزات هذا شي حاجة مهمة هنا نشرحها لكم. هذا المكان فين كيتصبنوا الالبسه ديال المركز، وهذا هذه الاجهزه ديال انجيال المصبنات تم استخدامهم خصيصا للمركز من مركز ال جي في كوريا، تم التواصل معهم على اساس انه واحد المجموعه اللي تم التوافق على هذه المصبنات خصيصا، لانهم كيشتغلوا بالواي فاي، يعني كيشتغلوا بالواي فاي، يعني ممكن انهم يعطونا في الهاتف جميع العمليات اللي كتقوم فيهم. بالاضافه الثانيه على انهم واخا كيبانو لك دابا هنا جوج هما اربعة، لأن حنا كان عندنا الأطفال اللي هما يعني الردة صغار، ها
كترضع وكان هذا مزيان حساسه بالنسبه لنا حنا ما يمكنش تصبر مع الارزاق. وبالتالي كاين هنا صغارات اخرى كتكون خاصه بهذوك الرضع لان هذه كتعقم حتى الطفل كيدير ملابس فمو كتكون معقمه من جراثيم 100%. هادشي يتم استخدام بالضبط هذه الماكينات هذه. المركز يتوفر فقط على طبق واحد ولكن كان من اللازم اننا نتوفر على مصعب لاننا دائما نرى الجناح ديال الاطفال. حي العودة، هذا حي العودة هو الحي الذي خصص للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف هنا من مدينة سمارة. منصة الشباب بسمارة هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نتواجد الآن بمنصة الشباب بمدينة سمارة، هي منصة من طرف تبع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذا كان ممكن تعطينا تفاصيل على هذه المنصة. السلام عليكم ورحمة الله. هذه المنصة هي فضاء الإبداع والابتكار مخصص للشباب. تندرجوا ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب في الإطار المرحلة الثالثة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المنصة يوجد فيها عديد من الفضاءات وهي ترتكز على ثلاث مهام أساسية وهي الاستقبال، الاستماع والتوجيه والمواكبة. هذا الفضاء اللي نتواجدوا فيه حاليا هو ديال المواكبة. كيف ما كتشوف معنا في هذا السيسي ماجيك اللي كنعتمدوا عليه في المواكبة، يعني مواكبة هذا الشباب كنعتمدوا على واحد الطريقة اللي هي جديدة، واحد لابخوش ألمانية كتعتمد على هذا لي ميثود. تفضل معنا. بالنسبة لهذه لي باليس كنعتمدوا على هذو لي كارتونيس. كل كارتونيس عندها سينيفيكاسيون خاصة بها، يعني عندها واحد الإشارة، يعني إن فوا كيشوف هاد الكارتونيس كيعرف لا شنو هي المعنى ديالها. بحال مثلا هذه إن فوا كنعرفوها له في تيسي كيعرف بلي راهي مخصصة للعنوان. تفضل معنا الفضاء ثاني. فضاء الاستقبال. استقبال الشباب الوضع مستوى هذا البرنامج، يعني كتشرح لهم البرنامج شنو الهدف ديالو شنو الخدمات اللي قد يقدم له هذا البرنامج. من بين هاد الخدمات هي الاستماع والتوجيه. مخصصة مستشارة في الاستماع والتوجيه. أهلا أهلا وسهلا بكم. مستشارة مخصصة في الاستماع والتوجيه، يعني كتستقبل الشباب تستمع لهم. ممكن التوجيه يكون داخل المنصة أو خارج، يعني إذا كانت الخدمة غادي تقدمها للمنصة إذا توجيه داخلي، إذا كان شي خدمات أخرى إذا توجيه خارجي. هذا هو الفضاء. مخصص استقبال واستماع وتوجيه شباب الراغبين في المواكبة، سواء حاملي المشاريع أو عندهم تكوين في المجال الدراسي وباغيين يدخلوا سوق الشغل. كنديروا لهم هنايا حنا الاستماع على حساب الجهه اللي جايين على حسابها، ولا التكوين اللي باغيين يتكون فيه، سواء اصحاب المشاريع كنوجهوا لهم تكوين في مجال رياده الاعمال، واللي عندهم دبلومات كنوجهوا لهم التكوين في القدرات اللينه وفي كيفية البحث عن عمل والولوج بهدف الولوج إلى سوق الشغل. هذا هو الهدف الأساسي من هذا. فضاء إحداث المقاولة. الهدف من هذا الفضاء يوجد عندنا مستشار في الأناطيك ومستشار في غرفة التجارة، يعني اللي بغى يقبض معلومات من أجل إحداث المقاولة يجب خاصو يجي لعند هذا المستشار باش يعطيه معلومات أكثر. إحداث المقاولة هذا مواكبة من السجن الجمعي مختص بأعضاء جمعية. وهنا قاعة الورشات. الورشات اللي يقدروا يستفادوا منها هذا الشباب في المهارات اللينة ولا كيفية إعداد سيرة ذاتية يمكن يستفادوا من هذا الفضاء. هنا فضاء
ملتي ميديا. شكرا. يعني البرومي بروغرام عاد كاين ديال التشغيل لومبلويابيليتي وكاين ديال الاتصال الاجتماعي والتضامن الخاص بالتعاونيات وخصوصا المتعلقه بسلاسل الانتاج فيما يخص التراث المحلي. تفضل. هنايا هذه هذا البروغرام ديال المرحله الثالثه كيشرح البروغرام ديال المرحله الثالثه. هنا برنامج تحسين الدخل بإدماج الاقتصادي للشباب عنده هنا ثلاثه الركائز: الاهتمام بالعنصر البشري ركيزه اولى، على نوعيه المشاريع لان كنركزوا على الافكار الجديده، وعلى منظومه التدبير. حتى التدبير اختلف، انتقل من مرحله لمرحله. بحال هذا الفضاء دابا كامل كتسيروا جمعيه مدنيه مع مكتب دراسات اللي اصلا حتى هو هذا دعم قابليه التشغيل مثلا الباحثين عن الشغل، حتى هما كيجوا هنا الباحثين عن الشغل كيتعطى لهم دي زوتي دي سوفت سكيلز. علاش مثلا غيمشي يدوز اوتوماتيك؟ علاش يبدا يكتب سي في، يكتب ليتر موتيفاسيون؟ يعني مجموعه من الامور اللي غادي تعاون الشاب باش يبحث عن الشغل سوق الشغل. سا سي اون بيبليوتيك. اي مرتفق عندها متوفره فيها جميع مجموعه من، وحتى اي شاب عنده رغبه في القراءه ولا في الفضاء مفتوح في اي وقت كيطالع. هنا مجموعه من المراجع باللغه العربيه والفرنسيه في مجالات متعدده، وكاين واحد الفضاء هنا غير ديال المبادره اللي بغيت طالع عليها منذ النشاه من 2005 حتى الى حدود اللحظه هذو، مراجع كتعلق بالمبادره الوطنيه للتلفزيون. قاعة التكوين. بدينا خدامين. راني نشوف، راني نشوف. مبادرة تبارك الله. هذه الكلية. ها؟ مسبح، كاين مسبح المريض. هذه الكلية اللي زرناها. التواصل الاجتماعي هذو سلاسل الانتاج المستهدفه. مثلا احنا عندنا هنا غادي نركزوا على السياحه، الفلاحه، على قطاع التجاره والخدمات والصناعه التقليديه. هذو سلاسل اللي ممكن تنجح في الصناعه، تنجح في الصناعه ان شاء الله. تقطع القطاعات اللي يعملوا عليها كاع هي هذا. ايه هو وجدوا Thank you.
شكرا لك. تشرفت وأعجبت بزيارة منصة الشباب التي تعتبر قاعدة لمواكبة أفكار أصحاب الأفكار النيرة من أبناء المنطقة الذين ينعمون بنعمة الاستقرار والرفاهية، وهذا صرح تعبير يعتبر مكسب لسكان المنطقة ويؤكد على قدر قافلة التنمية في الصحراء المغربية تسير ولن تتوقف. شكرا على حسن الاستقبال. السمارة مبادرة، تلاحظون هذا الحجر، هذا معمار خاص بمدينة السمارة. وصلت الآن إلى السمارة مبادرة، مقر السمارة مبادرة. أهلا سيدي، بغيت تشرح لنا السمارة مبادرة. تفضل. السمارة مبادرة هي جمعية، مؤسسة وفق الظاهر للجمعيات في المغرب، تتواكب على المرحلة الثالثة للمبادرة التنمية البشرية. هدفها الأساسي إشراك المجتمع المدني في التفاعل مع الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالتالي فإن جمعية السمارة مبادرة تندرج ضمن شبكة مغرب المبادرات. الهدف منها هو يعني منح ومشارف وضعف المشاريع للفئات المعوزة والفئات اللي هي في حالة هشاشة. برنامج السمارة مبادرة يعتمد التكوين والمواكبة والتتبع المشاريع لفائدة حال المشاريع، خاصة للمحاذرون من وضعيات هشة والأرامل والمنطلقات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. تعتمد برنامج السمارة مبادرة على آليات انتقاء حامل مشاريع تمر عبر مراحل الآن من يعني استبارات خاصة بالتسجيل، تليها يعني بطاقة تقنية الخاصة بالمشاريع، كذلك الإشارة التقنية التي تركب على دراسات ملفات حامل المشاريع، بعد ذلك دراسة المشروع والتي هي يعني يقوم بها يعني الوكالة الوطنية لإعادة تشغيل الكفاءات، بعد ذلك تأتي اللجنة الأخيرة وهي لجنة المسابقة على المشاريع التي تضمن يعني الختم على التمويل من عدمه لفائدة مستحقي هذه المشاريع. بعد ذلك نقوم يعني بمواكبة تتبع هذه المشاريع، الأمر اللي يعني اللي خولنا لتنجح هذه المشاريع. البرنامج حديث العهد مدينة السمارة، لكن الحمد لله حققنا نتائج طيبة مع 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 يعني مع مع وجود أربع شركاء داعمين، وكذلك مع العلاقة ببعض المصالح التي يعني تكثف الجهود من أجل يعني تحقيق شوق ملائم لهذه المشاريع وكذلك لحامل المشاريع من أجل نجاح المشاريع. هذا الكساكيس وهذا المستعين تقليدي، هذا
قرشان قرداش حنا نقولوا له قرداش تاع الصوف هذا المساعد الاولاد كاد الناس عدلهم 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 تاريخ هذا 85 هذا 76 اكتبوا عليها التاريخ هذا شو معناه هذا السيك كنا نلعبوا بالتراب والسيك يعني كانت تيجي فيها الطحين البلبوله المسائل اللي ما تخسر فهمت فيها عام وعامين ما يخسروا وهذا هذا الهجل شوف طافيلات شوف حسانة الأولى الكانون كانوا يحسنوا بها الناس قديم شوف محلق حجابه حق راكب على راحته ودايرته سفرته هذه الخيمة ركايزها و والتنوات كانت الناس تدير فيهم الماء هذه زقيفة السكر كنا نكبروا بها منين يعود حد عنده مناسبة والله عرس والله ندوا له زقايف السكر هي طبلة من نحاس قديمة ما شاء الله هذه المذرية دار الزرع كانت قديمة جات هذه المراه فمن هذا الماكين حديث سولي هذا الله لا بسم الله هذا مشقب شوف وهذه كي تقولوا لها انتم هذه اش كي تقولوا لها كميه ايه ماشي الطبجيه ها هذا التيزيات شوف الفريزه ديال المراه قديم يلي كانت تدير فيها مسائلها هذا عقاد هذا هو كان يعلق فيه اللباس يجي في الخيمه بدل من الماريو علق هون هذه التغنجه شفتها تعرف تغنجه منين تعود السحاب يقضوها الطافيلات يمشوا يطلبوا بها في عند الخيام ويعطوهم الناس التمار والسكر توسلوا بها للسحاب باش تجي توسلوا بها لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هذا مشقب من مجيج هذا ما تلخال هذا العود ما تلخال هذا مجيج ينقال هذا مصر هذا هو الربيع ديال السكر هذا مصر السكر وهذا مصر الورق اللي كانوا الناس يديروا فيه السكر منين عودوا يخزنوا فيه السكر لا لا يرفدوا بحال الصينيه ذاك عند الزنابيل ديالهم هذا مو الزنابيل ديالهم هذا مو الصنع الصانع التقليدي هذا الصانع هذا هذوك قدام هذوك صرانا قدام ذيك الراحله وذاك اللي ويش شفت هذه البراك انا مودج ديال صافي خالتي ميمونة الله يكبر بيك هادشي كامل ترعى فيه راه مجالات خاصة وغيرتها على المنطقة وعلى تقاليد المنطقة بارك الله شكرا خالتي ميمونة شكرا هذا باش يقضوا على دور الصافي والعايدين اللي يجوا يبقاو هم مجهزين السكان على برنامج اللي هو برنامج وطني سميتو برنامج مدير بدون صافي تقريبا العيون راهي مارت ما غاتطرش هذوك اللي هي منهم هذوك اللي هي منهم هذوك منهم هذا كامل طلع فيه هذا كامل هذو راهم وجدوهم للسكان اللي راهم في المخيمات هذو ساكن دور الصفيع دور الصفيع اما الحي اللي كان موجود العايدين هو اللي كتشوف فيه اللي تسفي ولا العايدين اذا هذو دور نواتيه معدلين بتمويل ديال الدوله استثمار عمومي 100% اللي يقسم بالمجال
الساكنه اللي كاينه في هذه المخيمات باش كنا نقضوا على هذا السكن الصبيعي. هذا تقريبا السكن راهو بنسبه كبيره من الميزانيه ما بين التجهيز الاقتراع ديال التجزئه اللي فيها الماء والحار وما بين البناء يعني عمليه مضاعفه تجهز مصلين بالضو مصلين بالضو مصلين كلش ما تمسح اصلا كيفايت مثل الطاب ديال الفينيسيو باش يتم القضاء على دور الصفيح باش دوك اللي ساكنين يتهرسوا دوك الدور ويجوني اه وهادو دابا منين يجوا هادوك اللي ساكنين دابا منين يجوا يزيدوا يطلعوا هادي يعدلوها امكانيات صافي تنعطالو هي تنعطالو وهو يبنيها يزيد فيه في لو يزيد هو ريتشوسي يزيد يوسع يضوي اش يعني مشروع كبير شوف ما شاء الله شحال من 2900 دار على السكن شحال على السكن شوي على هذه الدور السفيحية هذه انت دابا اللي توقف في تدخل في هذه المشروع المتكون من 2500 وحده سكنيه اذا كان فيه امكانيه لتقديم توضيحات بكل فرح بالنسبه لنا دابا كنتوقفوا على المشروع ديال تجزئه الكويز بمعنى القضاء على دور الصفيح بمدينه السماره اللي عاشت يعني على تقريبا من 1991 دور الصفيح بالنسبه للمخيم 41 بالنسبه للمخيم الكويز عدد اجمالي المنازل يعني اللي تعود واجده لهذا الناس اللي عانوا الكثير هو 2900 منزل يعني المساحه ديالهم تبدا يعني من 120 متر من 120 متر وبعض المنازل فيهم 140 متر يعني كيف متواجدوا الان يعني هذا كيبقى خاص للشخص يعني يزيدوا ياك فهمت ويعني ما خاصهم يعني قليل هذا هذا لاغيار هنايا وين يقدر يزيد يبني ولا يزيد هو يبني مساحه 120 بالنسبه لهنايا الاساسات كلها دايزه ملي يجي الانسان يدخل الدار غيكمل البنايه الاساس كله كاين هادو ديور نواتيه غيتعطاو للساكنه في المجان غادي يسكنوا فيهم ولكن اللي بغى يكمل غادي يكمل احنا درنا لهم اساسات الاداره دارت الاساسات ديالهم ودارت لهم كلشي ديالهم باش ما نجيوش نعاود نخلقوا شي سكن عاوتاني غير لا غير لا تكلفنا بالواجهات وتكلفنا بكلشي يعني باش يجي يسكن دخل يسكن دخل يسكن وما ما يدفع والو ما يدفع والو شكرا رانا حنا في السمارة هذا مشروع سكني هام هو مشروع من اجل القضاء على دور الصفيح وخطينا يعني ماهوش ما نتكلموا على دور الصفيح ونتكلموا حتى على اولئك المغبونين اللي راهم لهي في الشرق يعني على الحدود يعني شق الحدود الجزائريه السماره مدينه السماره مستعده لاستقبال كل المحتجزين وكل الذين غرر بهم ويعطوهم كاع السكاني كيما اللي يعطوا السكاني لهادو اللي بناو اللي جاو في 91 بخصوص مساله تحديد الهويه واللي غادي تعطى لهم هذه المساكن بشكل مجاني. انا نوجه ندائي كجزائري. كجزائري محب للمغرب كما نحب لبلادي. نوجه ندائي لهؤلاء المحتجزين وهؤلاء الذين غرر بهم. يا ناس روحوا لبلادكم. الديار كاينين الخير كاين الماء كاين الضوء كاين كاين الحياة الطبيعية العصرية هاد الشيء كل شيء اللي رتبناه في هذه المدينة والتي أنا بكل صراحة نعبر عن تفاجئي وإعجابي في نفس الوقت نوجه لكم نداء التحقوا بوطنكم اللي عنده الانتماء إلى الساقية الحمراء اللي عنده انتماء للصحراء المغربية
يرجع لبلاده. انا مانيش نقول هذا الكلام من باب انني راني كجزائري راكم في بلادي راني نقول لكم راني نطرد فيكم ابدا، ولكن هذا هو وطنكم، رواحوا لبلادكم، كل شيء متوفر، وحتى واحد من اللي راه فيكم عايش في الخيام كيجي هنا ما غاديش يعيش في خيمه، غادي يعيش في دار وما غاديش يخلصها وما غاديش كما يقولوا يفكر كيفاش يبنيها. ارواحوا وما تتبعوش هذيك الدعايه المغرضه، وما تتبعوش هذيك السياسه نتاع النظام الحاكم اللي راه يستعملكم فقط في الصراع نتاع مع المغرب. هذا هو كلامي لكم. نغادر الان مدينه السماره. هنا بمخيم الكامبينج في ضيافة أهل السمارة، مأدوبة غداء. خيمة كما تلاحظون لا تختلف عن الخيمة نتاعنا. في ضيافة أهل السمارة هنا في الخيمة. عصير لافوكا في الخيمة. في ضيافة أهل السمارة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا على هذا الكرم، شكرا الله يحفظك سيد الرئيس، شكرا بارك الله فيك. بالسمارة لا غير هنا يحارك واحد كان راجل كان يحارك. الله يحفظكم. تتم زيارتي اليوم من هذا المكان الرائع وفي ضيافة أهل السمارة، وراكم شفتوا رسالتهم للشعب الجزائري.